أهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدأ الفيلم بالطفل تيم واللي بيفتكر حياته مع أهله زمان لما كان بيتخيل إنه بطل خارق وبينقذهم من أي خطر كانوا بيتعرضوا له. بنشوف كمان تيم وهو مبسوط بأسرته، وده لأنهم بيهتموا بيه وبيحبوه أكتر من أي حاجة تانية في حياتهم. بنعرف إن أهله بيشتغلوا مديرين تسويق في أكبر شركة حيوانات أليفة في العالم، وبرغم إن هم دايما بيكونوا مشغولين إلا إنه بيكون مبسوط لأن هم بيفضلوا لتيم وقت كفاية علشان يلعبوا معاه، وكمان يحكوا له قصص قبل النوم ويغنوا له كمان. وقبل ما ينام تيم بيسأله أبوه إذا كان يحب إن هو يكون له أخ تاني، ولكن تيم بيرفض الفكرة. ولما بيسيبوا أبوه وبيخرج بيفكر تيم هما إزاي الولاد الصغيرين بيكونوا موجودين في الدنيا، وبيتخيل إن الولاد الصغيرين دول بيتعملوا في مصنع للأطفال بالظبط زي العرايس اللعبة اللي بيلعب بيهم. أما في تاني يوم فبيصحى تيم من نومه وبنشوفه وهو بيختار طاقيته المفضلة وبيبص بالمنظار من الشباك، ولكنه بيتفاجئ بعيلته ومعاها طفل صغير بينزل بسرعة عشان يقابلهم. ولما بيسألهم عن الطفل الصغير بيقولوله إن ده يبقى أخوه، وبمجرد ما بيشوف الطفل الصغير تيم بيفضل يعيط بصوت عالي جدا. بيكمل تيم وبيحكي عن أيامه من وقت ما ظهر الطفل الصغير في حياتهم، وبيقول إن هو كان بيعيط طول الوقت وده كان مخلي كل اللي في البيت مهتمين بيه وبطلباته، وبدأوا إن هم ينسوا تيم ويبطلوا يهتموا بيه. بيتضايق تيم طبعا بسبب عدم الاهتمام بتاع أهله بيه واللي اختلف جدا عن الأول، وبيتكلم مع أهله وهم على الأكل وبيقول لهم إن استحالة يكون ده أخوه لأن طفل شكله غريب جدا وشايل شنطة ولابس بدلة قاعد معانا. ولكن أهله بيحاولوا إن هم يفهموه إن ده عادي وإن أطفال كتير بيكونوا مختلفين عن باقي الأطفال اللي يعرفهم. أما بالليل فبيكون تيم عاوز أهله يغنوا له ويحكوا له قصص قبل النوم زي قبل كده، ولكنه مش بيلاقيهم أصلا حواليه. لما بيخرج بره بيلاقيهم نايمين قدام التلفزيون بسبب التعب طول اليوم مع الطفل الصغير. بعد كده بيرن جرس التليفون وبيرفع تيم السماعة، وبيتفاجئ إن الطفل الصغير هو اللي بيتكلم في التليفون، وكمان بيتكلم بصوت وكأنه حد كبير. بيدخل بعد كده تيم عليه الأوضة في هدوء، وبيتخض الطفل أول ما بيشوف تيم اللي بيكون مصدوم جدا إن في طفل صغير وبيتكلم بالصوت ده. بيقول له الطفل الصغير إنه يبقى زعيم البيت، وبيقول له تيم إنه متضايق لأن أهله ما بقوش يهتموا بيه من وقت ما وصل للبيت. أما في تاني يوم فبيتكلم تيم على اللعبة بتاعته واللي على شكل ساحر، وبيقول له إن هو متضايق ومش عاوز يقوم من السرير لأن أهله خلاص ما بقوش يهتموا بيه. ولكن الساحر بيتكلم معاه وبيقول له إن هو لازم يقوم ويثبت لأهله إن الطفل ده مسحور ومش طبيعي، وإن هو لازم يدور على الحقيقة لحد ما يوصل لها. بعد كده بيتفاجئ تيم إن في أطفال كتير بيحوطوه وبيوقعوه على الأرض، وبيجي باباه ومامته وبيصوروه وهو واقع على الأرض. فبيجتمع بعدها الطفل الصغير مع الأطفال، وبنشوف تيم وهو بيحاول يسمع اللي بيقولوه، ولكن بيطلب الطفل الصغير من ولد معاه إن هو يشوش على تيم علشان ما يقدرش يسمع اللي هم قاعدين بيتكلموا فيه. وبيكمل الطفل الزعيم كلامه للمجموعة وبيقول لهم إن الأطفال الصغيرة ما بقوش ياخدوا اهتمام من أهلهم زي زمان، وده بسبب وجود الحيوانات الأليفة في البيت واللي بيكونوا السبب في انشغال الناس عن أطفالهم. وبيكمل كلامه وبيقول إن الأهالي لو استمروا يشتروا الكلاب بنفس المعدل ده هيجي الوقت اللي مش هيكون فيه أي وقت يقضوه مع أطفالهم. وفجأة بيدخل أهالي كل الولاد الصغيرة اللي بيسكتوا وبيبدأوا إن هم يتصرفوا كأنهم أطفال عاديين. وبنعرف إن تيم كان بيسجل لأخوه والباقي الأطفال لما كانوا قاعدين بيتكلموا، وبيتكلم معاه أخوه وبيطلب منه إن هو يديله الشريط، ولكن تيم بيرفض وبيجري بالشريط لبره الأوضة، ولكن الأطفال بيفضلوا يطاردوه لحد ما بيحصروه في الجنينة وبيقدروا فعلا إن هم ياخدوا منه الشريط. بيستخدم بعد كده تيم المسدس بتاعه وبيضربهم بيه، وبيرمي أخوه بره البيت وبيقدر إن هو ياخد منهم الشريط مرة تانية، وبيجري على والده علشان يسمعه التسجيل، ولكنه بيدخل وبيتفاجأ بالطفل في أوضة المكتب وبيهدده إن هو لو ما سلموش الشريط هيقطع له اللعبة بتاعته. بيحاول تيم إن هو ياخد اللعبة، ولكن فجأة بيدخل عليهم الأب والأم وبيطير الشريط من إيديهم وبتدوس عليه عربية وبتكسره. بيسألوا أهله عن السبب اللي كان عاوز يأذي أخوه بسببه، وبيحاول تيم إن هو يفهمهم إنه الطفل ده بيتكلم يا جماعة زي الناس الكبيرة، وبيحكي لهم عن الاجتماع اللي عمله مع الأطفال، ولكنهم طبعا بيتضايقوا منه وبيقرروا إن هو يفضل قاعد مع أخوه في نفس الأوضة لمدة 3 أسابيع
لحد ما يتعود على وجوده. بعد كده بنشوف تام وهو قاعد متضايق، ولكن بيجي الطفل الصغير وبيقول له ان هو عاوزه ينسى الزعل اللي بينهم، وبيقول له كمان ان هو مدير لشركة وهيعرفه بيجيب الاطفال منين. وفعلا بياخد الطفل الصغير لشركة، واللي بنعرف ان اسمها بيبي كورب، وبيقول لاخوه ان ده المكان اللي بيقدروا يجيبوا منه الاطفال، وبنعرف ان كل الاطفال بيشربوا نوع معين من اللبن علشان ما يكبروش ويفضلوا على شكل اطفال على طول. وبيوري له الطفل رسم هندسي وبيشرح له ان ده بيمثل توزيع الحب في العالم، وان الكلاب بتستولي على حب الناس على حساب اطفالهم، وان مهمته انه يعرف مواصفات الكلاب اللي بتعملها شركة الكلاب المشهورة، وده علشان يقدروا يوقفوا حب الناس ليهم. وبيكمل الطفل بعد كده كلامه وبيقول له انه بمجرد ما يخلص مهمته هيختفي مرة تانية من حياتهم، وان هو لو نجح في مهمته هيترقى ويكون له مستقبل كبير زي باقي الاطفال اللي قدروا ان هم يخلصوا مهمتهم بنجاح. فبيفرح تيم لما بيعرف ان الطفل ده هيختفي مرة تانية من حياتهم بعد ما يخلص مهمته. كلم بعد كده مديرة المنظمة مع الطفل الصغير، وبتكون متعصبة لان مؤتمر الكلاب بيكون فاضل عليه يومين بس، والمفروض يكون جمع كل المعلومات اللي قدرت شركة الكلاب انها توصل لها. بنشوف بعدها تيم مع الطفل الصغير في البيت، وبيكون الطفل متوتر لانه لسه ما جمعش كل المعلومات المطلوبة منه في المهمة، وبنعرف ان هو لو فشل في مهمته مش هيقدر يشرب اللبن الخارق مرة تانية، وبكده هيرجع طفل عادي في البيت. بيعرف تيم الكلام ده، فبيقرر ان هو يساعد اخوه، وده علشان يسيب البيت ويرجع هو ياخد كل الاهتمام من اهله مرة تانية. وبيتفق مع اخوه ان هم يبينوا ان هم بيحبوا بعض جدا، وده علشان اهلهم يوافقوا ان هم ياخدوهم لشركة الحيوانات الاليفة اللي بيشتغلوا فيها. فبنشوف الطفلين وهم بيلعبوا مع بعض، وبيشوفهم الاهل وهم بيقروا قصص مع بعض، وكمان بيلبسوا نفس اللبس بالظبط، وبيقدروا ان هم يقنعوهم ان هم رجعوا يحبوا بعض مرة تانية، وبيقرروا فعلا ان هم ياخدوهم للحفلة اللي بتكون عاملها الشركة. بيوصلوا للشركة وبيكون في جزء خاص بالكلاب، وبيوصل تيم واخوه، وبيلبس تيم اخوه لبس على شكل كلب علشان يقدر يدخل للغرفة اللي فيها المعلومات اللي وصلت لها الشركة. ولكن بنشوف الكلاب وهي بتهجم على الطفل الصغير، وبيرمي تيم كورة في مكان بعيد، فبيتشغلوا بيها وبيسيبوا اخوه مرة تانية. بيشوفوا بعدها الحارس وبيتعامل الطفل معاه كأنه كلب، وبيصدق ان هو كلب فعلا، وبيسيبه وبيجري الطفل الصغير على الغرفة اللي فيها ملف المعلومات عن الكلب الجديد، وبيفتح الباب وبيجي تيم بسرعة، وفعلا بيوصل للملف اللي فيه المعلومات. ولكن بمجرد ما بيمسكوا الملف بيكون فيه فخ وبيقعوا فيه، وبيكون اللي عمل الفخ ده هو مدير الشركة واللي اسمه فرانسيس. بيقول لهم فرانسيس انه كان من الاطفال اللي مسؤولين في شركة بيبي كورن، وان هو كان المدير التنفيذي للشركة كمان، ولكنه جه في فترة واللبن ما بقاش يجيب معاه نتيجة، فبدأ غصب عنه يكبر في السن، ومن وقتها وساب شركة بيبي كورن وعينه مكانه المدير الحالية. ولانه كان متضايق فقرر ان هو يقضي على كل الاطفال ويساعد الناس انها يكون عندها كلاب ما بتكبرش مهما حصل، وده علشان يحبوهم ويستغنوا عن فكرة وجود اطفال في حياتهم. بياخد فرانسيس من الطفل الصغير علبة اللبن اللي كانت معاه علشان يستخدمها في خلطته، وبيهددهم ان هم لو ما بعدوش عن طريقه انه يأذي اولاده. ولما بيقول له تام ان اهله مستحيل يتخلوا عنهم مهما حصل، فبيتريق عليه فرانسيس وبيوري له الطفل اللي بيتحول لجليسة اطفال، وبيقول لهم انه بيجهزوا علشان يقعد معاهم لما باباه ومامته يسافروا في مهمة تبع الشغل بتاعهم. بيبدا مفعول اللبن السحري يروح من جسم الطفل الصغير، وبيبدا فعلا يتحول مع الوقت لطفل طبيعي. فبيفكروا في طريقة علشان يتخلصوا بيها من المربية واللي اسمها يوجين، وبيروح لها تام وبيقنعها ان اخوه تعبان جدا ولازم يروح بيه للمستشفى. بيقدر تيم انه يخرج بسرعة مع الطفل الصغير من البيت علشان يلحقوا يوصلوا لاهلهم قبل ما يروحوا للمؤتمر. بتفضل يوجين تطاردهم في الشارع، وبيظهر فجأة اطفال المنظمة وبيعطلوا يوجين لحد ما بيقدر تيم واخوه ان هم يوصلوا للمطار. بيفضلوا بعد كده يدوروا على اهلهم علشان يمنعوهم ان هم يسافروا للمؤتمر، ولكن باب الطيارة بيتقفل قبل ما بيوصلوا لهم، وما بيلحقوش ان هم يوقفوهم. طبعا بيتعصب تيم جدا وبيقول لاخوه ان حياته كانت طبيعية قبل ما يظهر في حياته، واهله كانوا بيدوله الاهتمام والحب اللي يستاهلوا اي طفل، وان من وقت ما ظهر في حياته وهو حياته اتلخبطت تماما وما بقاش فاهم اي حاجة. بيزعل منه الطفل الصغير وبيسيبه وبيمشي، ولكنه بيكلمه من تليفون في المطار وبيقول له ان هو محتاج مساعدته علشان ينقذ المنظمة بتاعته، وبيقول له تيم
ان هو كمان محتاج له علشان يقدر ان هو ينقذ اسرته من فرانسيس والخطة بتاعته الشريرة، وبيوعدوا الطفل الصغير ان هم هينجحوا المرة دي وهم مع بعض. بيلاقوا بعد كده طيارة مسافرة للمكان اللي هيكون فيه المؤتمر، وبيقدروا ان هم يسرقوا تذكرة واحد من المسافرين وبيركبوا الطيارة، لان تيم بيقلق من الطيران. فبنشوف الطفل الصغير وهو بيمسك ايده وقت الاقلاع علشان يطمنه. بيوصلوا بعدها لمكان المؤتمر، وبنشوف فرانسيس وهو بيقدم للحاضرين الكلب الجديد، وبيندهش كل اللي موجودين في القاعة لما بيقولهم فرانسيس ان الكلب ما بيكبرش ابدا. ولما بيشوف فرانسيس اهل تيم بيقفل عليهم وبياخدهم لبرا القاعة، ولكن بيجري وراه تيم واخوه وبيتخانقوا معاه، وبيقدروا ان هما يوقعوه في حوض كبير من اللبن السحري، وبيروحوا بعدها علشان ينقذوا اهلهم. بنشوف بعد كده فرانسيس وهو بيطلع من الحوض، وبيكون رجع لطفل مرة تانية، وكمان بيشرب الطفل الصغير من اللبن علشان ما يكبرش هو كمان. وبيقدر تيم واخوه ان هما ينقذوا اهلهم، وكمان يوقفوا انتاج الكلاب اللي كان بيخطط لها فرانسيس. وبيكون اهل تيم فخورين بيه جدا لانه قدروا ان هو يخلصوا من فرانسيس، وبيرجعوا للبيت مع بعض. وبيوزع الطفل الصغير العاب على كل الاطفال لانه نجح في مهمته، وبيودعه تيم قبل ما يرجع مره تانيه للمنظمه. بيرجع بعد كده تيم للبيت وبيلاقي ان في اطفال من المنظمه بينيموا اهله، وده علشان ينسوا الفتره اللي ظهر فيها الطفل الصغير في حياتهم ويرجعوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي مع تيم. بنشوف بعد كده ان الطفل الصغير بيرجع للمنظمه اللي طبعا بتحتفل بيه وبنجاحه في المهمه، وان هو قدر يوقف خطه فرانسيس. وبتظهر طفله من المنظمه وبتسال تيم اذا كان عاوز هو كمان ينسى الفتره اللي ظهر فيها الطفل الصغير، ولكنه بيقول لها انه عاوز يفضل عايش على ذكراه دايما. وبينجح اخوه انه يحصل على الترقية اللي كان بيستناها. ولكن بعد فترة بنلاقي ان الطفلين بيفتقدوا البعض، وبيبعت له تيم ان هو مفتقده وبيتمنى ان هم يرجعوا يعيشوا مع بعض مرة تانية. ولما بيقرا الطفل كلام اخوه تيم بيقرر ان هو يسيب المنظمة، وبيرجع فعلا للبيت وبنشوفهم وهم عايشين مع بعض في سعادة كاملة. وبس كده، لحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا والحلقة بتاعتنا. نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم. لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير، تعملوا سبسكرايب للقناة لو انتوا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة، وسلام.